أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن
لكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء
أولئك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم.